انطلق تمرين السي بي اكس نصر 17 في معسكر سمو الشيخ سالم العلي الصباح بمشاركة 8 دول ووزارتي الدفاع والداخلية والإدارة العامة للإطفاء وعشر جهات حكومية أخرى. وقد نقل وكيل الحرس الوطني الفريق الركن هاشم الرفاعي للمشاركين تحيات القيادة العليا للحرس الوطني وروعاة فعاليات التمرين، ممثلة في رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي الصباح ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، مشيدا بمشاركة الوفود من داخل وخارج الكويت. التمرين له جزئية أمنية تحاكي مع وزارة الداخلية، وهناك جزئية عسكرية مع وزارة الدفاع، وجزئية مع وزارة مع إدارة العامة للإطفاء. أيضا يتم التدريب على إدارة الأزمات التي تشارك فيها المؤسسات المدنية. التمرين الذي يستمر لمدة أسبوع ويتخلله ورش عمل واجتماعات تنسيقية يهدف إلى دعم العمل المشترك بين الجهات المشاركة والتدريب على مواجهة الأزمات وحالات الطوارئ مثل الأحداث التي مرت بها الكويت خلال موسم الأمطار. طبعا مشاركتنا اليوم هي مشاركة للتنسيق مع الجهات المساندة، سواء الجهات الأمنية أو العسكرية أو المدنية أو الإدارة العامة للإطفاء. كل هذا ينم على التمارين وتعويد الضباط والقيادات الأمنية والعسكرية على كيفية التعامل مع الأحداث وكيفية التعامل مع الفرضيات. السنة هذه تفاجئنا في التطور الهائل الموجود الآن في استخدام الطرق الافتراضية أو المحاكاة الافتراضية والطرق في الواقع، مما يساعد على إتقان العمل قبل النزول إلى الوقت والاستفادة من جميع الجهود وعدم هدر الموارد والأمور الخاصة في هذه الجهات. الحرس الوطني وفق لوثيقة أهدافه الاستراتيجية 2020 تحت شعار الأمن أولا يعاون مؤسسات الدولة، حيث يسعى تمرين نصر 17 إلى تقليل المدة الزمنية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ، وهي المعطيات التي حرص التمرين على تهيئتها من خلال استنفار الوحدات ورفع درجة استعداداتها لتدريب الضباط وضباط الصف في ظروف مشابهة للعمليات الحقيقية.